السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الطواجن الجميلة دي؟ عملت لكم بقى الطواجن على كل مسلسل طاجن. شوفوا بقى مسلسلات رمضان كلها، أنا شفتها بيني وبينكم، شفتها على الفيس، عجبتني الفكرة، قلت يا بنتي يا رشا قومي اعمليها. يعني مش انا اللي مخترعه ولا حق يتقال، انا شفتها عاملين الطواجن بس الاشكال انا من ايه اللي مخترع الاشكال دي. ماشي، عاملين الطواجن ومسميين كل طاجن على المسلسل، كوبرا، المداح، بص كل المسلسلات رمضان اللي جت على كل طاجن من ده. بص شكل الطواجن جميله جدا جدا وشكلها يغري. زوقي بقى الاشكال بالحاجه اللي عندك بقى، ما تستخسريش. بصوا منظر الطواجن تحفه تحفه تحفه. بصوا طاجن المداح، طاجن المعلم، طاجن بصوا جميع المسلسلات اللي جت في رمضان انا عملت بيها الطواجن بتاعت المال الحلال. المال الحلال اهو، بصوا جميل جدا بطريقه تحفه، انا عجبتني الفكره قلت والله يا بنت رشا قومي بليها. بربع كيلو من الدقيق الاسبونج وثلاث بيضات ونص كوبايه من الميه، وضربتها في العجان لغايه ما عجنت معايا خالص، وحطيتها في الايه، في الطواجن بتاعتي. وطبعا كوبايه لبن سخنه جدا، اول ما الكيكه تخرج لازم تسقي الكيكه باللبن، اهو لبن هتخليها في حته تانية يعني. والله جربوها وتعجبكم عامه. بصوا بقى طلع معايا هايشه ازاي، وبصوا بكميه قد ايه، كل ده بتلات بيضات بس وربع دقيق اسبونج. شوفوا بقى انتوا الطاجن لوحده بيتباع بره قد كده، بس هو الصوصات والحاجات اللي هتزوقي بيها هي غاليه، انا متضحكش عليك واقولك مش غاليه، هي غاليه بس مهما يكون اوفر من اللي بره. اهو اسقي بقى اللبن بتاعك كده في كل الطواجن. بص اول ما تحطي اصلا معلقه اللبن الكيكه بتشربها عشان الكيكه سخنه واللبن سخن. اسقي بقى كده الكيكه بتاعتي كلها وتعملي بقى الكريمه. حطيت كوبايتين من الميه المتلجه، وحطيت عليها 8 كيلو من الكريم شانتيه اهو. لو عصي تاني ممكن تحطي تاني ايه تمن تاني، يعني ممكن تعملي على ربع كيلو واضربيها، ممكن تعملي باللبن. وبعد ما الكريمه عملت معايا احطي بقى في الايه، في الطواجن بتاعتك كلها. خلصي طواجنك كلها بالكريمه، والتزويق ده بقى في الاخر خالص. طبعا بصوا اللبن لما اتسقى الكيكه بصوا تلاقي ايه طريت جدا ونزلت لتحت شويه. حطي بقى ايه كريمه كده، ما تستخسريش، اوعي تستخسري، ادي شغلي للحق، ادي شغله حقه. بصوا كوبرا، اول طاجن ده عملته اللي هو كوبرا. جبت بقى الصوصات بتاعتي والبسكوتات بتاعتي، واشتريت بسكوتات بقى وبصوا وبوريو بقى، ما استخسرتش. طلعي يا رشا بقى كده واعملي احلى طواجن. اول طاجن كده جبت البسكوت اللوتس والمطحون، انا بشتري جاهز العلبه على بعضيها عشان انا بعوزها وانا بشتغل في الحاجات دي. طبعا املي كده بقى ايه الطاجن بتاعتي، وجبت بقى شوكولاتات كده. روحي يا محمد اشتري لي كده، اشتري لي بقى حبه شوكولاتات، اشتري لي حبه شوكولاتات كده صغيره كده فوق ال 60 جنيه. رحت ايه جبتها كده واديت شكل للطواجن جميله جدا عشان انا شفتها بالطريقه دي. طبعا بقى ايه حبيت بقى ايه امخمخ انا بقى واشتغل زي ما انتوا عارفين ان رشا اي ترند نازل جديد ما بيسيبهوش، طبعا لازم تعمله على طول. طبعا بقى حطيت بقى شوكولاتاتي والبسكوت والحاجه بتاعتي كده كلها اهو. الله بالله عظم، معلش الاذان كان بيدن. ده بقى نسميه ايه العطاوله، اول طاجن ده العطاوله، المال الحلال. المال الحلال اهو بسكوت اللوتس الصغير ده اللي شكله جميل ولذيذ ده كده. بصوا بقى وانا قلت كده كفايه كده عليك اهو، عطاوله بقى كفايه كده عليك. حطي صوص يا رشا اهو، استخسريش من اللوتس، حطي يا رشا عشان بصي يعني ايه يبقى الشكل والطعم ما اقولكوش هيودوكوا في حاجه تانية كده. ركنته كده ورحت عملت التاني كده اهو، حق عرب بقى. طبعا حق عرب لازم نديله ايه حقه برضو. جبت بقى ايه البوريو طحنته ورحت حطيته كده على الايه الكريمه من على الوش، ما حق عرب بقى. حطي بقى مكسرات من اللي فاضله عندك من رمضان اهوت. بصوا فنني يعني، انتي فنني وانتي بتشتغلي فنني، ما تستخسريش. تعالي بقى اللوتس، انا مصممه على اللوتس نوتيلا يا جماعه. حطي بقى نوتيلا كده في النص كده اهو، حق عرب، احلى طاجن حق عرب اهو. يعني عملنا بقى العتاوله وادي حق عرب، نركن بقى ايه حق عرب ونشوف الطاجن التالت اللي هنعمله ايه. بصوا يا جماعه انا بحب افرفشكوا شويه، انا بصوا اهو مش مستخسره حاجه خالص،
كنت بقى ملبسك كده اهوت، كفايه عليك كده. انا متهيألي لو حطيت لك حاجه تاني هيبقى اوفر قوي. لا كده حلو قوي، كفايه كده يا رشا عليه حق عرب كده، كفايه قوي. اركني بقى حق عرب كده على جنب، وعملت واحد بقى نص لوتس ونص نوتيلا. وحطي بقى ايه بسكوت كده حواليه، بريوح وبسكوت اللوتس المطحون. هنسميه ايه ده يا رشا؟ نسميه المعلم. هو معلم الحقيقه يعني. اهو حاجتين في بعض طعمه خرافه. طلعي بقى بسكوتاتك كده اهوت، ايه البوريو بتاعنا اهو. كده الطاجن ده كبير جدا والله يا جماعه، الطاجن ده يكفي 2 أو 3 كمان. وطبعا حطي بسكوت البريو كده النص اهوت، ودي بقى شكل معاكي كده. جبتي بقى ايه الخله بتاعتنا كده، وديت شكل معانا في النص كده جميل جدا. وتعالي بقى يا رشا حطي بسكوت اللوتس من الناحيه الثانيه، واركنيه على جنب. وادي الطاجن الرابع عملناه المداح، نسميه المداح. حطي بقى بندق، وحطي بقى الشوكولاتات اللي انت شارياها ومقطعاها كده بالشكل ده كده. حطي بسكوت اهوت. انا بصوا عماله اقول احط ايه تاني، جبت البسكوت بتاعي اهوت، فتحت الاكياس كلها ورحت ايه حطيتها كده. كده كفايه عليك قوي قوي قوي. ودي بقى ايه مش لوتس يا جماعه، ديت مربى حليب. طبعا الايه الرابع بقى ولا الخامس، نحط بقى ايه نص نوتيل بسكوت لوتس ونص بوريو، وحطي بقى بتاع دوت نوتيلا كده عليه، وخليه بقى ايه بصوا سايحه كده النوتيلا واللوتس من الناحيه الثانيه. ونسميه ايه ده يا جماعه؟ الكبير قوي، نسميه الكبير قوي. اضحكوا اضحكوا، انا عايزه اضحكوا يا جماعه، انا عايزه ابص وانتوا بتتفرجوا وتضحكوا كده من قلبكم وتقولوا ايه يا رشا اللي انت بتعمليه ده، هنفنن بقى. حطي بندق كده وشوكولاتايه اهو. انا مش هقول يا ست يا جماعه كانت تاني مسلسلات، كفايه عليا كده. دي شوكولاته انا مسيحاها، حاطه مكعب شوكولاته عليه، معلقتين من الكريم شانتيه عليه، ربع كوبايه من اللبن، ورحت ايه دوبتهم كده على النار وجو ايه وحطيتها على الطاجن بتاعي. وادي ايه كيكه توهوز كده، لا وحطيت حته كيكه توهوز في الصوص كمان عشان تدي طعم كيكه توهوز بالظبط. حطي بقى ملبسات كده، حطي بسكوتات، وادي الطاجن بتاعنا الجميل. دي نوتيلا بيضة على شوكولاته، ادت شكل حلو قوي كده. ارسم 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 اهو كده، والله العظيم هو مش محتاج ملبسات، هو الشكل بس كده كفايه عليه. بس ازاي انتوا تعرفوا عني كده؟ لازم ندي الشغل حقه. تعالي بقى نحط كده ايه مربى الحليب ايه الجميله اهيت. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ايوه كده بقى. حطي بقى شوكولاتات يا رشا كده، مستخسريش جميع الشوكولاتات اللي عندك، حطي اهو. حطينا بقى الشوكولاتات الجميله دي كده. ده منظر الطاجن، شكله تحفه الطاجن بقى. الطاجن دي صغننه خالص، انا عاملاها كده صغننه، حبيت بقى اعمل كده ايه شكل رايح جاي كده بالصوصات عليه اهوت. وكده اكون خلصنا كل الطواجن بتاعتنا يا جماعه. بصوا منظر الطواجن جميله جدا. طبعا بقى همسح الرخامه واظبط الترابيزه معانا كده والرخامه، ونحط المفرش بقى. بصوا بقى شغل عالي، شغل فاخر من الاخر. بصوا بقى يا جماعه شكل الطواجن، قولوا لي يعني قولوا لي انتوا رايكم بقى في التعليقات، قولوا لي اعمل ايه. بصوا الجبل ده، جربوا يا جماعه ما تستخسروش، والله الحاجه جميله جدا وتحفه. وطبعا انتوا لو لقيتوا على الفيس هتلاقوا الطواجن دي جت بقد كده على الفيس، المحلات وكده اقل طاجن بيتباع بقد كده، ومسمينه على اسامي المسلسلات. انا برضو عملت زيهم اهو، سميت لكم كل طاجن على المسلسل بتاعه. يا رب يكون خفف عليكم ويكون الفيديو عجبكم، ما يكونش رخمه كده، ويا رب ايه يعجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واهم حاجه اللايك 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 يا جماعه. يلا باي.